شكرا على الاستضافه وتحيه للمشاهدين الافاضل وفريق العمل الى حضرتك. اهلا بك. مما لا شك فيه ان موضوع الهجره غير الشرعيه او الهجره القانونيه هو موضوع يورق كثير ويشغل بال كثير من الدول التي يتجه منها وخاصه الدول الافريقيه الى 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 اوروبا، الذين يتجمعون في افريقيا يمرون من خلال المغرب او ليبيا او تونس. فهذا موضوع دولي يحتاج الى مجهود دولي، مجهود كبير لمواجهه هذه الامواج من الهجرات، من طالبين اللجوء الذين يبحثون عن العيش والحياه الكريمه. المغرب ايضا تعاني من هذا التدفق الهائل من المهاجرين، إذ أن المغرب يتعامل في إطار حقوق الإنسان مع هؤلاء اللاجئين، ولكن من الصعب الوقوف أو إيقاف هذه الأمواج البشرية. هذا الحادث الذي وقع منه 6 أشهر أو 5 أشهر تقريبا موضوع يجب أن يكون محور اهتمام العالم والأمم المتحدة، ولكن ليس هناك اهتمام بمثل هذه الأمور. هذا الموضوع يحتاج إلى مؤتمر دولي أو قرارات دولية للحديث عن أسباب هذه الهجرة، وهذا يتعلق بموضوع التنمية وموضوع الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل لهؤلاء المهاجرين الذين يتركون أوطانهم ويغامرون ب سواء البحر أو مثل ما حدث في سبتة ومليلة المغربيتين المحتلة من قبل إسبانيا. نعم سيد إدريس، المصالح هي من تحكم العلاقة بين إسبانيا والمغرب، لا سيما مسألة الحدود وجيب مليلية ولما جرى باتفاق الطرفين. هل ينهي ذلك أي تحقيق في القضية برأيك؟ نعم، بكل تأكيد أن سوف يكون هناك تحقيق من قبل المملكة المغربية وإسبانيا في هذا الامر، ولكن التحقيق يتطلب نتائج، وهذه النتائج سوف تصل الى ان هذه الامواج حقيقه لا يستطيع ايقافها بمجرد قرارات، انما تحتاج الى دعم. يعني المغرب لا يستطيع او ليبيا او تونس او ايقاف هذه الهجرات، وهي تجارة البشر، هذه التجارة تشترك فيها كثير من الدول الأوروبية وغيرها، فهي تجارة عالمية، ولكن يتحدثون عنها باعتبارها هجرة غير شرعية وإجراءات وغيرها خاصة من قبل الدول الأوروبية. نعم. طيب هل يمكن تسوية هذه القضية بشكل تعويضات للمهاجرين الأفارقة في إطار اتفاق مع المنظمات الدولية؟ نعم، يفترض على الدول الأوروبية أن تحترم حقوق الإنسان وأن تعوض هؤلاء، خاصة ما حدث لهم من طرف الأمن الإسباني، فيجب دفع تعويضات وفتح تحقيقات واحترام حقوق الإنسان. وهذه قضية عالمية، وخاصة أن الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان، فأين حقوق الإنسان من خلال استغلال هذه الأمور وهذه الأرواح التي ضاعت؟ أيضا المهاجرون يتحملون مسؤولية أنفسهم، من خرج من أرضه وغامر فهو أيضا يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن يجب احترام حقوق الإنسان والذات الإنسانية، ويجب أن يكون هناك تحقيق، وأوروبا غنية يجب أن تدفع تعويضات لهؤلاء. نعم. وضحت الفكرة، شكرا لك الصحفي والمتابع للشأن السياسي السيد إدريس حميد، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.